سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء ولولا فضل الله عليه
لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولو تكلم بهذا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته الشيطان ومن يتبع خطوات
خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون الصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون.
لهم مغفرة ورزق كريم. يا أو آبائهن
لتبتغوا عرض الحياة
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله
السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط ويقولون آمنا به
ليستخلفنهم في الأرض
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم Yeah.
أو بيوت خالاتكم
ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنزل
ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بما